شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره الوقف الفوري والشامل والمستدام لاطلاق النار في قطاع غزه واطلاق سراح كافه الرهائن والمحتجزين وخلال كلمته في مؤتمر الاستجابه الانسانيه الطارئه في غزه اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره حمايه المدنيين وعدم استهداف البنى التحتيه او موظفي الامم المتحده او العاملين في القطاعات الطبيه والخدميه في القطاع استرحب مصر بقرار مجلس الامن رقم خمسة 35 الصادر بالامس 10 يونيو 2024 وبالقرارات الاخرى ذات الصله وتطالب بتنفيذها بتنفيذهم الكامل بانها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لاطلاق النار في قطاع غزه واطلاق سراح كافه الرهائن والمحتجزين على نحو فوري والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني من ضروره حمايه المدنيين وعدم استهداف البنيه التحتيه او موظفي الامم المتحده او العاملين في القطاعات الطبيه والخدميه في القطاع